أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في كل مكان وحلقة جديدة نستكمل فيها الجزء الثاني من موضوع بدعة التصوف في المسيحية. يشرفني أن يكون معي لاستكمال الحديث ضيفي الكريم الأخ رشيد اللي بيتواصل معنا عبر السكايب. أهلا وسهلا بك أخ رشيد في هذا الجزء الثاني من حلقة بدعة التصوف في المسيحية. أهلا بك أستاذ نبيل وشكرا على استضافتي في هذا البرنامج لنكمل الموضوع في الجزء الثاني. برحب أيضا بضيف خاص وأخ عزيز الحقيقة، حصل يعني مش هينفع نبتدي الحلقة بدون ما نتكلم على أن كان هناك ملابسات، وفي واقع الأمر الشيخ صمويل فوزي اللي قرر أن يجي بنفسه ويكون معايا في بداية هذا البرنامج حتى أن احنا نكون واضحين فيما حدث في المرة السالفة. والحقيقة يعني احنا كنا جلسنا قبل الحلقة وقلنا أن احنا هنكون بنتكلم في روح المحبة، وده اللي اجتهدنا أن احنا نعمله، لكن زي ما بيقولوا سقط سهوا أو حدث خطأ بأن الصورة بتاعة الشخص اللي هو متزعم هذه الفكرة ظهرت على الشاشة، وده كان عكس الاتفاق. فالحقيقة هو يعني حس بأن مش ده اللي اتفقنا عليه فاندفع ربما، أو لم يحسن التعبير في التعليق اللي دخل بيه. ولكن عايز أقول لكم جميعا في كل مكان أعتز جدا بالشيخ صمويل فوزي وأحبه، وتعود علاقتنا إلى التسعينات في واقع الأمر، وخرجنا إلى الكرازة وسافرنا مع بعض ولايات مع الكنيسة. عشان كده أنا برحب بيك وبشكرك جدا على محبتك وعلى اتضاعك وعلى إصرارك إن إحنا لا نشوه صورة المسيح بأي طريقة أو بأخرى، وإنك أصريت على إنك تيجي. ولكن مرة تانية أنا بقول أحبائي، إن كان واحد التعبير خانه أو يتكلم بطريقة انفعال، هذا لا يعني التجريح من الآخرين أو يعني الحقيقة كان في تعليقات غير لائقة، فنحن نعتذر عن هذا. وأصلي من كل قلبي إن إحنا ما نستمرش في إلقاء الاتهامات، لأنه لا يؤمن بالصوفية، وقد وضح هذا كل الوضوح مع الأخ رشيد اللي متابعنا عبر السكايب لما سأله السؤال واضح، هل المسيح أو كان أول صوفي؟ وقال له قطعا طبعا لا. وسأله السؤال الثاني، وهل الروح القدس هو معلم الصوفية؟ قال له قطعا لا. فأعتقد كان هذا كافيا أن يزيل كل أنواع ربما سوء الفهم، مش عايز أقول الاتهامات اللي وجدت ضده. وأنا شخصيا يعني بعتذر عن أي إساءة جت ليك في أي من أي شخص ومساحة فيها يعني. لا يا سيس، لا. أنا بشكر حضرتك جدا أنك أعطيتني الفرصة الحلوة دي، وأنا مبسوط جدا جدا أن أنا أتكلم بوضوح كامل وأقدم مجموعة من الحقائق في برنامج الحقيقة وبس. أشكرك. نمرة واحد، أنا عندي مبدأ كتابي بيحكمني وبلتزم به المسيح علمهن في متى 5:23، إن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك فاترك قربانك على المذبح واذهب أولا اصطلح مع أخيك ثم تعالى وقدم قربانك. إذا كنت أنا بعلم الكلام ده ما أقدرش إلا أن أنا أطبقه، إلا أنا عملته مباشرة. أظن تاني يوم أو تالت يوم بعت رسالة اعتذار للفاضل القس نبيل إبراهيم، لأن أنا بحبه وبعتز بيه وبفتخر بيه، شخص طيب القلب وديع وراجل الله فعلا، وليه خدمة مثمرة ولينا علاقة استمرت لسنوات وهتستمر إلى الأبد. وبعدين الحاجة المهمة جدا ان انا ما اقدرش اكمل غير لما اعتذرت له، اعتذرت الرشيد بعت له رساله، ان ما بقدرش اصلي. يعني انا كان يوم الاربعاء على فكره بعت 7 رساله، تعودت يا رشيد وانت عارف ان انا اصلي من اجلك يوم الاربعاء ويوم الخميس، يوم الاربعاء عشان ربنا يكمل ارشاده ليك في الحلقه، ويوم الخميس عشان ربنا يقودك وانت بتقدم الحلقه. وانا بشكر ربنا ان انا هستمر اصلي لك الاربعاء والخميس لاخر يوم في عمري. حاجة تانية أو التالتة، إن الأخ صمويل استفانوس وضع سياسة لقناة الكارما إن إحنا لا نتكلم عن أشخاص مهما كان الموضوع، نتكلم عن موضوعات. مظبوط. وأنا من 14 سنة لحد النهاردة ملتزم بهذه السياسة
ان الشخصنه في البرامج تعتبر مش حاجه مفيده لينا ابدا. اشكرك. الحاجه الثالثه وبالرابعه ان انا عايز بس احكي قصه في دقيقه للساده المشاهدين. واحد صياد عنده كلب كبير مربيه وعنده طفل صغير بقاله شهرين ثلاثه مولود، مره خرج للصيد اخذ البندقيه بتاعته وساب الطفل في حمايه او حراسه الكلب الكبير بتاعه. بعد ساعات من الصيد رجع وبقى الكلب بتاعه جاي يجري عليه فرحان، بس بص فيه لقى بقه كله دم وشكله كله دم، فكر وظن ان هو اكل ابنه فضربه بالبندقيه قتله، وجري بسرعه على البيت لقى ابنه بيلعب جوه على السرير وجنبه ذئب مقتول قتله الكلب. وانا بقول لحضراتكم اوعى تستعجل الامور وتقتل حد بيحبك وبيهتم بيك ومشغول بيك وامين معاك. لو انت عملت كده انت بتندم الى الابد لانك قتلته. حاجه اخيره يا اسيس، انا معلش بكون صريح في برنامج الحقيقه وبس، واقول انا صدمت من المجتمع المسيحي وحاسس ان انا لازم احكي حكايه البو. البو في الصعيد عندنا ان البقره بتجيب عجل للفلاح يكبره شويه وبعدين ياخده يذبحه بعد سنه، وعايز البقره تجيب له لبن يعمل ايه؟ ياخد جلد العجل الصغير ويخيطه ويملاه قش او تب ويقفل عليه ويجيبه ويوقفه جنب البقر، البقره تلحس فيه تفتكر ان هو ابنه فتدر لبن كتير. يعني معناها الشكل الخارجي عجل والحقيقه قش او تبن. عايزين نصلح الحته دي، والاحباء المشاهدين اللي معايا واللي عليا يعرفوا ان مش هو ده. مفيش حد منكم مصالح، ايوب صرخ كده، مفيش حد منكم مصالح يضع يده على كلينا. انا بشكركم وربنا يبارككم وخلي بالكم من نفسيكم، وانا من قلبي بعتذر مره تاني. اشكرك. وعايز ابوس راسك لانك انت غالي عليا. خالص بحبك من كل قلبي، وربنا يباركك ويحفظك ويستخدمك لمجده. أشكرك. في كل مكان انت بتعمل فيه. أشكرك. وربنا يبارك هذه الحلقه ويديك نعمه انت ورشيد. أشكرك. تقولوا ما يحق لانجيل المسيح. اشكرك جدا. ربنا أشكرك. معاكم يبارك. ويبارككم. أشكرك. وربنا يحفظنا من شر ابليس وافكار ابليس باسم يسوع. أهلا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين في كل مكان، وشكرا لكم على متابعتكم واستضافتكم لنا في الدقائق القادمة لنستكمل الحديث عن بدعة الصوفية المسيحية. والحقيقة يعني في هناك الكثير اللي محتاجين نناقشه. ومرة تانية أشكرك ضيفي العزيز أخي الفاضل الأخ رشيد للمشاركة. وطبعا إحنا كما اتفقنا في المرة السالفة إن إحنا مش هنشخصن الأمور، فسنستمر بهذا المبدأ. وعفوا إن كان مرة تانية حصل أي نوع من الشوشرة. ومرة تانية أؤكد أني بشكر ربنا جدا وبتعلم الاتضاع الحقيقي من الشيخ صمويل اللي جاي بنفسه وأصر أن الموقف يصحح، فأنا أقدر له هذا الموقف وأحترمه كل الاحترام وأكن له كل الحب. وإحنا الحقيقة معرفة قديمة وعيلة مع بعض، عشان كده أصلي أن تستمر علاقتنا ونفهم المعنى الكتابي لأننا لسنا نجهل أفكاره. أخ رشيد لو تكرمت معلش عشان نرجع نلم الموضوع ونقدر نكمل عليه ونبني على الأساس اللي احنا حطيناه، هل يمكن في عجالة أنك تدينا ملخص على المقدمة الأولى في معنى التصوف ولماذا هناك خلل وعدم قبول لفكرة الصوفية بوجه عام؟ لأنه كما قلت في المرة الماضية أن أصحاب هذا الرأي أساءوا في ادعائهم بوجود صوفية مسيحية. هم أساءوا إلى شخص المسيح حين ادعوا بأنه المتصوف الأول، أساءوا إلى شخص الروح القدس حين ادعوا أنه هو معلم الصوفية الأوحد، وهم أيضا أساءوا إلى
رجال الكتاب المقدس حين ادعوا أن ملكي صادق متصوف وأن أيوب أي إيليا متصوف وأيوب متصوف وكل رجال الله يوحنا متصوف كل رجال الله. فالمشكلة عند هؤلاء أنهم أخذوا مذهب إسلامي اسمه الصوفية له عقائد وله ممارسات نعم. وله أفكار نعم. هو شبه دين متكامل وأطلقوه على الروحانية هذه هي المشكلة تمام. أنه أخذوا اسم مذهب كامل وأطلقوه على الروحانية في الكتاب المقدس. ألا يكفي أن نقول بأن هؤلاء الأشخاص كانوا روحانيين؟ لماذا ينبغي أن نصفهم بأنهم متصوفين؟ رغم أنه في الكتاب المقدس لم يرد إطلاقاً أنهم كانوا متصوفين صح. ولم يرد على لسان الآباء الأوائل للكنيسة بالحرف كلمة صوفية، لأن كلمة متصوف أو صوفي أو الصوفية لم تظهر إلا في القرن الثاني الهجري للإسلام، يعني حوالي القرن الثامن الميلادي فما فوق، يعني بعد 8 قرون من تاريخ الكنيسة بعدها ظهر مصطلح متصوف. فكيف نصفهم بالتصوف والمصطلح لم يظهر إلا من بعد؟ حتى القرآن نفسه على فكرة، حتى نوضح الصورة أكثر، حتى القرآن حين تحدث عن المسيحيين وعن نسكهم وزهدهم وعما يفعله الرهبان قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، لم يقل صوفية حتى القرآن رغم أنه كتاب عربي صح. لم يصف المسيحيين بالصوفية إطلاقا، لا يوجد حديث واحد في آلاف الأحاديث تصف المسيحيين بالصوفية. فهذا دليل على أن العرب لم يسموا أبدا، عرب سواء كانوا مسيحيين أو غير مسيحيين، لم يسموا الروحانية المسيحية أو النسك المسيحي أو الزهد المسيحي، لم يسموه إطلاقا بصوفية. فلو وكما قلت في المرة الماضية، لو سمحنا لهؤلاء أن يسموا الروحانية المسيحية بالتصوف، فهل ينبغي أن نسمي السنة ونسمي الشيعة ونسمي البوذية؟ صحيح. لا يصح. فإذا حجتهم باطلة، وأنا جاي في الحجج الثانية اللي ممكن تبين هذا الأمر. فمسألة الصوفية هي إساءة للمسيحية، لا نطلق اسم مذهب على الروحانية المسيحية. تمام، أشكرك جدا من أجل هذا التوضيح. والحقيقة أخ رشيد أن بعض الأحباء اللي طبعا أقدر مكالمتهم واتصالاتهم بي بطريقة خاصة قالوا طب ما تتكلم أو تسأل حد في الآباء المعروفين في هذا المبدأ. وأنا الحقيقة حدث ترتيب إلهي أن تواصل معي إذن واحد من الشخصيات المرموقة، وأنا سأتحدث بعد ما أدي لك فرصة الأول تستطرد في الموضوع، لكن لما يجي الوقت المناسب في هذه الحلقة هتكلم عن من هذا، هو من الشخص هذا اللي أنا بتكلم عنه، وهو دكتوراه في الأبائيات وعميد كلية ويتحدث 9 لغات بطلاقة، ويعتبر واحد من العلامة الموجودين في أيامنا وعصرنا هذا. سأشير إلى كل هذا. وماذا حدثني على التليفون من 2 يومين بالضبط وطلبت منه أن يطلع البرنامج، قال لي أنا أكلفك أنك أنت تقول هذا. عشان كده أشكرك جدا، لأنه قال بكل وضوح هذا الشخص الذي أحترم رأيه، إحنا بنميز بين التصوف الإسلامي الذي لا علاقة له ببعيد أو بقريب بحتى جدلا لو افترضنا أن ما فيش كلمة لقوها تعبر عن البواطن أو الأمور الداخلية ما نقعدش نخترع ونألف، كما ادعى أحدهم أيضا وقال أن كلمة السر اللي هي ميستري أيا كانت باللغة اليونانية أو باللغة الإنجليزية في أصل اللغة هي الحقيقة، السر والبواطن هي الصوفية. فما رأيك في هذا الكلام الجديد اللي سمعناه؟ كلمة اليونانية للسر هي ميستيريوس، فما لا علاقة لها. هم ارسلكم على رأي، يعني مرة تقولوا لنا أن الصوفية جاية من صوفيا اللي هي الحكمة،
ومرة تقولوا إنها هي السر. ما هو السر له أصل ويوجد في اللغة العربية. نقول سر، لماذا سنقول صوفية؟ تمام، نقول سر حتى في الترجمات. تمام. طب لو كان السر هو الصوفية كانوا كتبوه في الأول، قالوا السر هو الصوفية. هل في حد قبل القرن التاسع عشر قال أن السر هو الصوفية؟ وحتى المتصوفة المسلمون لم يقولوا أن السر هو الصوفية، بل الصوفية مذهب كبير يوجد فيه بعض الأسرار. تمام. فلا يمكن أن نأخذ جزء منه ونطلقه على الكل، لا يمكن. بالزبط. فالصوفية تتشابه، أخذت الصوفية أخذت حاجات من المسيحية مثل ما أخذ الإسلام من المسيحية أشياء كثيرة. هل نطلق اسم الإسلام على المسيحية؟ لا، مش العكس يعني. يعني الصوفية أخذت أشياء فعلا من المسيحية، لكن أخذت من أديان تانية. بالضبط. وإن كانت أخذت فهي لم تأخذ الحاجات الجوهرية الأساسية اللي بتتحدث عن الاتحاد بالمطلق وتحويل الإنسان إلى الله. صح. هم تعرف قس نبيل، حتى نوضح للمشاهدين ويفهموا بالبسيط جدا، كل علاقة بين الله والإنسان منذ سفر التكوين إلى سفر الرؤية سماها هؤلاء صوفية. والكلمة الحقيقية أنه المفروض أنه علاقة، شركة، شركة، علاقة. أو حتى لو رجعت لأصل الكلمات هتلاقيها يعني مش هتلاقيها حتى ولا حتى كلمة صوفيزم مع تغيير اللقب اللي هي بتتكلم على الوصول إلى الله عن طريق الحكمة، حتى هذه الكلمة، لكن الكلمة في أصلها هي الروحانية أو علم الباطن أو الميستيسيزم، الميستيكية. يا سيدي. نعم. ونحن وكما قلت في المرة الماضية، نحن لا ننكر وجود روحانية في المسيحية، في كل نحن الأديان. نحن ننكر تسمية هذه الروحانية بكلمة صوفية. تمام. والآباء الأوائل كانوا روحانيين. نعم. نعم. كانوا يفسرون تفسير الرمزي لبعض الأشياء. صح. ويتكلموا عن البواطن وبيتكلموا. نعم. لكن هم لم يطلقوا على أنفسهم أنهم صوفيون. أنا أتحدى أي واحد يجيب لي فقرة واحدة من أي أب بيقول فيها أنا صوفي، لأن الكلمة لم تظهر إلا في القرن الثامن الميلادي. تمام. فكيف ننسبها إليهم؟ هم عمدا يريدوا أن يقولوا الآباء ما لم يقولوه. بالضبط. فالآباء تحدثوا عن الروحانية، تحدثوا عن الأسرار، تحدثوا عن الرمزية، تحدثوا عن أسرار الله، تحدثوا عن كل شيء بكلماتهم، ولم يطلقوا أبدا اسم صوفية. فلا يمكن أبدا أن نحرف كلامهم ونطلق عليه أنه صوفية. الصوفية مذهب إسلامي ظهر في القرن الثاني الهجري، والاسم لم يكن موجود وظهر في القرن الثاني الهجري. فمش ممكن نرجع بالوراء ونطلقه على كل علاقة كانت بين رجال الله والله نفسه. وحتى القديسين والآباء الأول زي أوريجانوس وأنطونيوس، باسيلوس الكبير، غورغوريوس وأغسطينوس، كل الناس دي يعني بنحاول نقول إن هم اتكلموا عن الصوفية المسيحية. هو في واقع الأمر ما كانوش بيتكلموا على كلمة الصوفية. وحتى لو افترضنا جدلا، احنا بس عايزين نميز، احنا الكلمة الحقيقة مسببة ارتباك لأنها لم ترد في الكتاب المقدس كما ذكرت وكما درست في العهد القديم والعهد الجديد. وحتى الكلمة لما ظهرت في العهد الجديد تعني معنى مختلف عن الذي جاء في العهد القديم. فالعهد القديم كان يعني إعلان كلمة سر، اللي بيحاولوا يقولوا إن دي صوفية، كانت تعني إعلان الله للأنبياء الذين أرسلهم بأمور خاصة لزمن خاص ليقدموها للناس، مش عشان يعيشوا بيها ويبقوا آلهة. ده نمرة. نعم. واحد. بالنسبة للعهد الجديد كلمة سر، وكلمة لما بتقول سر، احنا عندنا يعني نكتة بنقولها في بلادنا، يقولك لما تكون راكب باص أوتوبيس يعني ويجي يقولك محطة المطار السري، يعني زي يبقى سري لما الناس كلها عارفاه. فحتى كلمة السر التي وردت في اللغة اليونانية تعني ما كان سرا وعرف الآن.
زي ما الكتاب بيتكلم عظيم هو سر التقوى، أي أن الله أعلن ما لم يظن ويؤمن به ويعرفه الذين كانوا في القديم، أن الكنيسة الأمم يصيروا من شعب الله إلى آخره، والأسرار اللي بيتكلم عنها لا علاقة لها بحديث خاص بين ولي أو بين واحد من الشيوخ المتقدمين أو المريدين أيا كانت رتبهم، إن هم عرفوا حاجة عن طريق الاقتراب إلى الله والاتحاد به بممارسات وبطرق مختلفة. فشتان ما بين الصوفية الإسلامية، وجدلا حتى لو قلنا ظهرت لنقص التعبيرات الموجودة في المعاجم الخاصة باللغة العربية ومش لاقيين غير كلمة متصوفة، اللافتة لا تعني شيء إن كان المحتوى لا يتطابق معها. مثلا يعني لو حطينا على أجزخانة، شلنا صيدلية مثلا كذا، شلنا اللافتة وحطينا بقالة فلان الفلاني، هل تغيير اللافتة يعني أن المحتوى قد تغير؟ قطعا لا. لكن عشان تغير اللافتة ده لا يعني شيء، لكن لو غيرت المحتوى هذا يعني كل شيء. فالمحتوى المقدم لنا من الآباء الأول ودارسي الآبائيات يقول إن هم مش بيتكلموا على صوفية عكس كل الإيمان المسيحي والموجود بين أيدينا في كلمة الله، لا دخل له ولا علاقة له، لا بسر ولا بصوف ولا صفوة إلى آخره. دي يعني واحدة من النقاط الهامة. حضرتك اتكلمت عن الصوفية بمعنى بيترجموها بمعنى الحكمة، خطورة صحيح. هذا الكلام معلش لو مرة سريعة وبعدين تستطرد في النقط اللي احنا كنا حاطينهم. المشكلة أسوأ أنواع التفسير اللي بتطلع هرطقات هي لما تجيب فكرة برا الكتاب المقدس وتبتدي تفسر آيات الكتاب المقدس من خلال هذه الفكرة. صح. هم جابوا الصوفية من برا الكتاب المقدس وصاروا ينظروا إلى كل قصة في قصص الكتاب المقدس من خلال الصوفية. ملكي صادق صوفي، أيوب صوفي لأنه كان عنده علاقة مع الله، فكل شيء ينظر إليه من خلال الصوفية. إيه معضلة بدعة الصوفية؟ أنا هلخصها وأرجو التركيز لأن هذه هي لب الحلقة بالحقيقة. تمام. عشان يفهموا فين المشكلة، فين المشكلة. أنا هوريها كالعادة بالتوضيح بتاعي. معضلة بدعة الصوفية، قال لك المسيح هو الحكمة وهو الصوفية، وبالتالي هو الصوفي. ليه؟ لأن المسيح هو المدخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم. فإذا هو فيه كل الصوفي، يبقى المسيح هو الصوفي. حتى في كورنثوس الأولى بيقول ومنه أنتم بالمسيح يسوع الذي صار لنا حكمة. حكمة. فلو كانت الصوفية هي الحكمة يبقى المسيح هو الصوفي. فين المشكلة؟ لما تصير الصوفية من الحكمة والمسيح هو حكمة الله، يبقى الصوفية موجودة في كل الأديان، يبقى المسيح موجود في كل الأديان. تمام تمام تمام. المشكلة هنا، يبقى المسيح موجود في الأصنام، المسيح تمام. موجود في الإسلام، في البوذية، المسيح موجود في البوذية، المسيح موجود في كل المعبودات. تمام. يبقى دي بدعة ولا مش بدعة؟ طبعا بدعة. يعني اللي انت لو عرفت كلمة بدعة حتى لا يظن أحد يقولك هذا إبداع. كلمة بدعة لما ترجع للمعجم القاموس العربي مش بيقول إنها إبداع، هي عكس الإبداع، هي عملية تطور أو شخص يأتي بشيء مضاد لتعاليم الكنيسة، أو لو بتتكلم على الإسلام مضاد للقرآن والرسول والصحابة. ولو طبقناه بالترجمة بتاعته على المسيحية يبقى كل ما جاء ضد المسيح والكتاب المقدس والتلاميذ وما علموه. الحقيقة الموضوع يعني لو سبناه هيتنه يكبر، أنا بتخيله وحش كل يوم يكبر في حجمه
إلى أن يدمر الدنيا. فإحنا بنحاول نضع النقط على الحروف ونشرح بمنتهى البساطة بدون فلسفات كثيرة حتى يعرف الكل خطورة هذه الأفكار وخطورة هذا التعليم. نعم تفضل. قس نبيل حتى لا يقول قائل ربما أنا ادعيت على لسانهم على لسان المروجين للصوفية أنهم ولا مرة قالوا هذا الكلام، أنه الحكمة هي الصوفية والحكمة موجودة برا الكتاب المقدس، موجودة في أديان تانية، وبالتالي المسيح موجود في أديان تانية. خلينا نقرأ بعض النصوص اللي كتبت تدافع عن هذا الفكر وتروج له. شكرك تفضل. في مقال من المقالات العشر وتكلم عنوانها التصوف المسيحي أهو. ما هي صوفيا المصريين التي تهذب بها موسى؟ يعني لما يقول أن موسى تهذب بكل حكمة المصريين راح معوض الحكمة بالصوفيا، ماشي؟ تمام. يبقى ما هي صوفيا المصريين التي تهذب موسى؟ هل تحدث الكتاب عن صوفيا إلهية أعلنها الله للمصريين القدماء في عهد الفراعنة؟ لا. هل شهد الله نفسه أنه مصدرها؟ فيقول الكاتب أم لها مصدر آخر من قلب وتنية التاسوع المصري؟ يبقى الحكمة اللي تعلمها موسى جاية من الوتنية المصرية للأسف. ده كلام يقبل؟ طبعا لا طبعا لا. هل موسى تعلم الحكمة الوثنية وهذه الحكمة إلهية رغم أنه تعلمها من الأوتان؟ يعني بصراحة بدأنا ندخل في الكتاب المقدس وبدأنا نطعن ونغير بمعرفتنا وبرغبتنا وبمرادنا ما نريد أن نغيره حتى يتطابق مع ما يقال. عشان كده أنا سميتها بدعة مسيحية، التي إذا كان كاتب وصاحب كل هذه الأطروحات يتحدث عن أنها متماثلة وتشبه ولها علاقة بالصوفية المسيحية، ممكن برضو يطلع ويقول قائل أن ده افتراء، هو الحقيقة لا يعني هذا. أنا جبت مقتطفين وإحنا بنتكلم على الإهانات لكلمة الله، وماذا يقول القائل بحصر اللفظ وهنزلها على الشاشة. الأولى اللي بتقول التصوف المسيحي، بتبدأ بالتصوف المسيحي، لو حطينا هذا الجزء أشكرك جدا. التصوف المسيحي يلتقي من نواحي أخرى بنظيره الإسلامي في الإبداع الإنساني الأدبي والفني والفكري، حيث يتحرك الإنسان ناحية المعبود حبا وتقديسا وزهدا للاغتناء به والاتكال عليه والصبر له. بنعمل إيه إحنا دلوقتي؟ بنشبه التصوف المسيحي. أنا بعتقد إن ده بصراحة يعني تعدي في منتهى الخطورة، أنك تقول أن التصوف المسيحي له أوجه تشابه مع التصوف الإسلامي. يبقى في حاجة من اتنين، يا إما إحنا مش فاهمين بماذا نؤمن وأسس الإيمان المسيحي، يا إما إحنا بنحاول نبني جسور. وكما قال جلال الدين الرومي هذه الكلمات، قال زمان كان بيقولوا كل الطرق تؤدي إلى روما، دلوقتي اللفظة المعروفة والعبارة الشهيرة اللي بيقولها المتصوفة كل الطرق تؤدي إلى الله. يا جماعة ده كلام، أنا كمؤمن بكلمة الله وما يقوله الوحي وما يقوله المسيح له كل المجد بفمه الطاهر، أنا يوحنا 14:6 أنا هو الطريق والحق والحياة، لا يستطيع أحد أن يأتي إلى الآب إلا بي. إيه الطرق التانية؟ إحنا هذا ما اكتشفته في الدراسة بما يسمونه سينكريتيزم، محاولة أو اتفاق الأديان كلها أنها تقود إلى الله. نعم. في نص تاني أنا عايز أقرأ حتى تتوضح الصورة أكثر من المروجين لهذا الفكر.
يقول في نفس المقال بتاع التصوف المسيحي، يقول الرب، وأنا أقتبس حرفيا، يقول الرب يهوى لأيوب العربي: من وضع في التخاء حكمة صوفيا، يعني من وضع في التخاء الصوفيا. وتأتي الآية في الترجمة اليسوعية: من وضع الحكمة في أبو منجل، ده في أيوب 38-36، وهي في الأصل العبري حرفيا من وضع الحكمة في تحوت. نعم، تحوت إله الحكمة عند المصري القديم، ويرمز له بطائر أبو منجل. أنه تخيل أنه بيقول لك أن الله حط الحكمة في صنم، أن الله حط حكمته. وخلي بالك أن الحكمة تساوي المسيح بالضبط، فالله حط الصوفيا، المسيح نفسه موجود في طائر أبو منجل، يعني اللي هو وتن مش طائر نفسه، الوتن مرسوم على شكل طائر أبو منجل. تمام. طب خلينا نكمل حتى بس يشوفها. والتي شاء مترجم فان دايك الحكيم أن يترجمها التخاء لأنها قريبة من تحوت، لشيء في نفسه لا نعلمه. يعني مترجم فان دايك عرفوا أنه هي الحكمة موجودة في الأوتان، قالوا لا، لازم نحرفها عشان ما يصيرش الله موجود في الأوتان كلها، عشان يبقى فقط معلن في شخص يسوع المسيح لوحده، مش في باقي الأوتان والمعبودة. تخيل يعني هذا الفكر تسمعه وما تقولكش غير على الكتاب المقدس ولا على المسيح نفسه، وتقعد تلاقي له مخارج: لا أصله ده قصد، وده ما كانش يقصد. لا، لما نكتب شيء لازم نكون مسؤولين عما يكتب. وعلى فكرة لحد الآن هؤلاء الذين كتبوا هذا الأمر لم يشرحوه قط، ولم يعتذروا عنه قط، ولم يتطرقوا له قط. فقط طلعوا يدعوا خطاب المظلومية، وإحنا اتذبحنا وإحنا اتصلبنا ولازم نصلب على أيدي الكهنة، ولازم الصلب يتم في أورشليم، اللي هي الفيكتيم هود منتاليتي. بالضبط، كأنه هو الذبيحة، عشان أصير أنا الضحية واللي بينتقدوني هم المجرمين. ودي تكتيك معروف في المناظرة، أستدر عطف الناس، ما ناقش معهم الفكرة بالفكرة، أنا أستدر عطف الناس عشان أعفى من الجواب، عشان الناس بيبتدي يقولوا حرام مسكين، يا حرام صلبوه، حاشا أن تكون أنت المسيح وحاشا أن تكون مصلوبا. لو كان النقد صلب يبقى بولس صلب كم واحد في العهد الجديد؟ ولو كان النقد صلبا المسيح صلب كم واحد يبقى؟ ما هو المسيح انتقد كثير من الفريسيين. صحيح. هل النقد صلب؟ لما يعجز الشخص عن الرد عما كتبه يلجأ إلى الدعاء بأنه ضحية. فإذا إحنا ما بنهاجمش شخص، لكن إحنا رد على هذا الكلام. إذا كانت الصوفية كل واحد يدعي هذا الكلام يرد عليه: هل الله وضع الحكمة في الأوتان؟ هل مترجم الكتاب المقدس عمدا حرفوا الكلمات حتى يحرموا الناس من الدخول عند الله عن طريق الحكمة الموجودة في معبوداتهم؟ يبقى الكلام لا، هو في بقية للكلام، عفوا أنا نسيت. قال: وعلى منواله مترجم اليسوعية، حتى أصحاب اليسوعية محرمين، دول أكبر ناس دول في هذا الموضوع. قال: أشاروا فقط للرمز أبو منجل دون ذكر اسم تحوت الذي يملأ الآية بوضوح ودون تأويل وترميز. فلا عجب أن تنشئ ترجمات كهذه، تغلق باب معرفة الله على غير المتدين بديانة المترجم الوضعية، يعني افتراء ديانة وتنفي وصول الحكمة اللي هي الصوفيا للكل بلا استثناء وبوضع قرره الله للإنسان ولا الدين. يعني يبقى حكمة الله وصلت للكل، كل واحد عن طريق دينه. بالضبط،
ما هو دي الفكرة الرئيسية أخ رشيد، هو ده اللي احنا وراه. ما هو دي اسمها ايه؟ اسمه مبدأ السينكريتيزم المنتشر، كل الأديان تقود إلى الله. وهل هذه ليست بدعة؟ طبعا. طب أنا أجي من الإسلام لعند المسيح ليه؟ بالظبط كده. إذا كان الله وضع حكمته حتى في أبو منجل يبقى يحطها في الكعبة أحسن. حاجة مؤسفة. ويحطها على الحجر الأسود أفضل من أبو منجل. صحيح. يبقى الله لما المترجمين حرفوا حطوا عن قصد، حطوا غيروا الكلمة، حطوا التخاء، يبقى أكيد أنه موجودة في المعبودات الأخرى. طب أنا أجي للمسيحية ليه؟ ما أروح للكعبة وأطوف بيها، فيها حكمة الله، وأقبلها زي ما بيقبلوها التانيين. إذن هناك فكر واضح، نحن نحاول بكل اجتهاد ان احنا نضع فكر الكتاب بجانب هذا الفكر، لانه فكر خطير ويحتاج الى التوقف والتأني وعدم الاندفاع في القرارات، في اننا ندافع عن امور غير واضحة. وخلي بال حضرتك الكلام، ناس كتيرة ممكن يعدي من فوقيها لانه بيشبك الامور ببعض. كيف لا. كمان انت حضرتك كنت ذكرت بعض الأخطاء الرئيسية زي اللي أشرت إليها، أن المسيح يعتبر أول صوفي، وماذا عن الروح القدس معلم الصوفية؟ أين قال هذا الكلام؟ موجود، أنا ذكرت المصادر في المرة اللي فاتت، أنه قال أنه في المقالات العشر أنه الروح القدس معلم الصوفية الأوحد. نعم. الناس بيبعتوا لي بيقولوا لي ما احنا سألنا وردوا علينا أصحاب هذا المبدأ وقالوا لا خلاص إلا بالمسيح، انت عايز منهم ايه؟ يعني وكأنه إذا قلت لا خلاص بالمسيح يحق لك أن تدعي أي شيء آخر. يعني قول بس لا خلاص إلا بالمسيح واحنا نفتح لك الباب، قول اي بدعة تانية. ما هو اريوس كان بيقول لا خلاص الا بالمسيح، صح، وشهود يهوه، وشهود يهوه لا بيقولوا لا خلاص الا بالمسيح، بالظبط. هل نقبل اريوس؟ طبعا لا. ما بيقولوا لي لا، ما هو بيعلم تعاليم حلوه كتير في اشياء تانية. ما هو اريوس علم حياته كلها اشياء حلوه كتير، وشهود يهوه هل ما عندهمش تعاليم حلوة تانية يعني؟ وأخلاقهم وسلوكهم ولبسهم وكل حاجة. لا، والبعض بيقولوا لي لا، فمؤتر جاب ناس للإيمان. ما هو أريوس جاب ناس للإيمان قبل ما يدعي بدعته. نعم. طب نعمل فيها إيه؟ هو عشان فقط أنا جبت دلوقت الرب استخدمني وجاب ناس للإيمان، لا أدعي أي فخر لي في هذا الأمر. نعم. لكن هل بكرة يحق لي أن أطلع وأقول بدعة يعني ويشفع لي الماضي بتاعي ويقولوا رشيد خلاص علاقة. يعني ملوش علاقة، ملهاش علاقة. يبقى ما تستخدموش الحجج دي. لا، حتى لو قال لا خلاص بالمسيح، فهو أصحاب هذا الاتجاه بيدعوا. المشكلة مش أنه لا خلاص بالمسيح، المشكلة من هو هذا المسيح وأين يوجد. بالضبط. مش بس في الديانة المسيحية، محتاجين نعرض هذه المساحة لنعرف الفكر على حقيقته. فهو المسيح عندهم هو الصوفيا، وهذه الصوفيا موجودة حتى في أبو منجل، فالمسيح موجود حتى في أبو منجل. طبعا لا خلاص إلا بالمسيح، بس المسيح موجود برضو في الأوتان. بالزبط. يبقى بيخلصوا عن طريق المسيح الموجود عندهم في الأوتان في أبو منجل. خليني في 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 شيء انا عايز احطه للناس حتى يبتدوا يفهموا ويسالوا الاسئله الصح. اكيد، اتفضل. ما تسالوش هل الخلاص بالمسيح وحده ام لا، ما تسالوش هؤلاء هذا السؤال، اسالوهم هذه الاسئله. هل الله وضع حكمته حتى في الاوتان؟ ده السؤال اللي مش هيقدروا يجاوبوا عليه. هل الترجمة العربية محرفة عن قصد لغلق باب الحكمة؟
اسألوهم هذه الأسئلة، ما تسألوهمش هل الخلاص بالمسيح وحده أم لا، لأنه سيقولون نعم لا خلاص إلا بالمسيح. سيقولون هذه خدعة، الخدعة الأكبر أنه المسيح موجود حتى في أبي منجل، في كل الأديان، في كل الأديان. فيبقى اسألوا الأسئلة الصح. ما ردهم على ادعائهم بأن الحكمة موجودة حتى في أبو منجل، وما ردهم على الادعاء بأن الترجمة العربية فان دايك محرفة عن قصد لتخفي هذه الحكمة عن باقي الناس. لا، كلام خطير أخ رشيد، وده اللي خلانا إحنا بنتعرض لهذا الموضوع، مش يعني رغبة مننا إن إحنا نعمل شوشرة، بالعكس إحنا عاملين زي، يمكن أنا قلت لحضرتك هذا المثل، عاملين زي الواحد ولع النار في بيته وجت عربية المطافي أو يعني قوة للإطفاء، وجايبة معها ما يعني نسميه النبريج أو الخرطوم بتاع المية، وبعد ما طفت الحريقة الناس بيقولوا لهم شوفوا المية بتاعتكم بهدلت البيت. طب يعني أنت تولع البيت وعايزنا نقف نتفرج لحد لما المبنى كله ينهار؟ نحن نحتاج أن نقف وقفة من يطفئ النار، وهذا هو هدفنا، أن نقدم الحق الكتابي، وكل واحد له الحق أن يقتنع بما يريد. نحن لا نجبر شخصا على الاستماع إلى ما نقوله، لكن لو أنت بتؤمن بالكتاب المقدس والمكتوب فيه، إحنا بنقدم لك كل هذه الحقائق لتدرك حقيقة ما يقال، ونبقى بنفكر في اللي بنسمعه وبنقارنه مع الكتاب، مش بنجيب آيات من الكتاب العكس يعني لإثبات ما نقوله. في ناس استخدموا حجة تانية للرد، قالوا ما هو الناس دول علموا طول حياتهم تعاليم تانية، إيش معنى ركزتوا على هذه التصريحات؟ يعني ما في تعاليم كتيرة، إيش معنى أخذتوا هذه المقتطفات؟ تعرف إنه أريوس برضو قال حياته كلها تعاليم ما فيهاش أي مشاكل، لكن قال جملة واحدة سببت له مشكلة، أنه هناك وقت لم يكن فيه الابن، ودي بداية البدعة. تمام. وحسب عليها وحكم عليها. ليه؟ لأنه إذا كان في هناك وقت لم يكن فيه الابن، يبقى الابن مخلوق، يبقى إحنا دخلنا في موال تاني. بالضبط كده. فدي دي البدعة. يعني لو شخص خدم حياته كلها وقال تعاليم حلوة ووعد ومش عارف وعمل حتى كتب، وجاء في يوم من الأيام وادعى أنه المسيح موجود حتى في طائر أبو منجل، هنقول له عندك وقف وقف، هذا التصريح بدعة. تمام تمام. لا، أنا خدمت حياتي كلها، أنا ما يهمنيش، هذا التصريح تحاسب عليه. في رؤساء بيلقوا خطابات رائعة ويجي مرة ويقول جملة وسط الخطاب مسيئة، تحسبوا الصحافة عليها حياته كلها. بالضبط. ليه؟ لأنه المعلم مسؤول، ما يطلقش الكلمات هكذا، رغم أنه هؤلاء الأشخاص ده مش خطأ، يعني الخطأ بنعرفه وبنصلحه. لا، وبنصلحه، ده تأصيل، ده لاهوت حاطينه من ألف للياء، ده عن قصد، اللي بيقولوا عليه عن 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 اصرار، عن سبق اصرار وترصد. تمام. يعني ده تيولوجي، لاهوت حاطين له ابتداء من سفر التكوين لسفر الرؤيا، عايزين يرجعوا كل شيء صوفي، وعايزين يرجعوا كل كلمه وردت في الكتاب المقدس اسمها حكمه، عايزين يرجعوها صوفيا، الصوفيه مش الصوفيا اليوناني. عايزين يعملوا ربط بين الاثنين عن طريق اللغه، وبعد هذا يقولوا شفت الكتاب المقدس بيتحدث عن الصوفية، والصوفية موجودة، والصوفية موجودة حتى في الأوتان، والمسيح موجود في كل الأديان، والسلام عليكم ضاعت المسيحية. والحقيقة اللي هيثبت كلام حضرتك والحديث اللي احنا بنقوله، ما سوف يصدر قريبا من كتب من ذات الأشخاص تتحدث عن الصوفية، عشان يبقى كل واحد استمع ويتحذر الحكيم مما يقول من حوله ويقارنه بكلمة الله. هناك أسلوب آخر يستخدم لأصحاب هذه الأفكار الخارجة عن تعليم الكتاب المقدس، كمحاولة
حصار المستمع بطريقة أو بأخرى لكي لا يستمع إلى أمور أخرى، ده صحيح؟ نعم صحيح. هم بيقول لك ليه تسمعوا لغيري؟ ما تسمعوا لي، يعني ما تسمعوش ماذا يقول عني الآخرون، اسمعوا لي بس. دي حجة أقل ما يقال عنها أنها حجة سخيفة منطقيا، ده على الأقل يعني لو تبعنا المنطق. هو لما أي واحد يكتب كتاب يقول ما تسمعوش للنقاد، اسمعوا لي بس، يبقى في عالم أحمر. طب لما أنت تحط فكر حطيته ليه مكتوب؟ مش عشان الناس تقرأه وتفهمه وتتغير؟ طب لو هذا الفكر وجدنا فيه معلومات غلطة تمام، وتحدثنا نبهنا عليها، يبقى الناس ما يسمعوش لنقدنا، يسمعوا بس لصاحب الفكر. أي منطق بيقول هذا؟ ده غسيل مخ. أي بالضبط بالضبط، هو غسيل مخ. ما تسمعوش لحد تاني، اسمعوا. لا، اللي عايز يفهم وجهتي النظر بيسمع حتى اللي بينتقده وبيوزن. وأنا أحط الأمور النقاط على الحروف. هل المسيح مرة تانية، هل المسيح هو أول متصوف؟ هل المسيح هو الصوفية لأنه حكمة الله؟ هل الروح القدس هو معلم الصوفية؟ هل المسيح موجود حتى في الأوتان وخاصة الوتن حبيبكم أبو منجل؟ هل موسى تعلم حكمة الصوفية المصرية من الأوتان، من التاسوع الوتني؟ هل ده هو موسى اللي بنعرفه بتاع الكتاب المقدس، ولا موسى اللي تشرب بالحكمة الوتنية؟ فدي هي الأسئلة اللي عايز نسألهم. وهل الكتاب المقدس اللي بين أيدينا اليوم محرف عن قصد عشان يحجب الصوفية بتاعكم عن الناس التانية؟ لو ما تجاوبش على الأسئلة دي يبقى في إن. ومن غير ما يجاب على الأسئلة دي أخ رشيد، المشكلة الرئيسية اللي وقع فيها أصحاب هذا الفكر أن هناك على اليوتيوب وفي كل المواقع اللي على النت أيا كان أنواعها دون تسميتها، تقدر تقرأ المقالات المكتوبة، وتقدر تسمع التسجيلات المسجلة، وتقدر تتابع المحاضرات اللي ألقيت على طلبة المفروض أنهم طلبة لاهوت، ويحثهم المعلم على قراءات صوفية للقشيري والتفتزاني والحلاج وزنون المصري. انت يعني انت هتاخدهم يعملوا دكتوراه في التصوف من اجل اي هدف يكون هذا الدافع؟ ولو قرات، لو تابعت تصريحاتهم حتى على اليوتيوب، مره يدعوا ان الصوفيه جايه من الصوف، ومره يدعوا انه جايه من الحكمه، من الصوفيه. يعني انا كان ممكن احط فيديو واعمل ما قبل وما بعد. يعني الاراء ما ترسوا على حل. هو في واقع الامر زي ما قلت انت المره اللي فاتت، قلت التعريف عباره عن سلطه. ما هي جايه من الصوف ولا جايه من الصوفيه الحكمة، ولا هي سر من الأسرار؟ ما ترسوا في الأول، اجتمعوا مع بعض وقولوا احنا خلاص هنصل للتعريف النهائي حتى نعمل. لأنه لو كانت جاية من الصوف يبقى الدليل بتاعكم انه هي من الصوفية وانه المسيح هو حكمة الله راح. انا نفسي سوري في مقطعتك، بقالنا حاجات بسيطة والحلقة تخلص، عايز أحط هذا المقتطف، وده مقتطف، أنا مش بحط أي حاجة من عندي ولا كلام أنا بكتبه، لكن أنا باخد بعض المقتطفات وبحطها أمام المشاهد عشان يعرف إن إحنا لا نهاجم شخص، ولا ليست لنا يعني حد من الناس كتير يقولك طب ما تصفوا يعني اللي بينكم وبين بعض. صدقوني أحبائي، لا يوجد أي شيء شخصي بيني وبين أصحاب هذه الفكرة نهائيا. أنا ضد فكرة وضد تعليم خاطئ، وليس ضد شخص، لكن أكن للجميع المحبة حتى لو اختلفنا. هذا لا يعني أنها عداوة. وخليني مع احترامي لك قس نبيل، أيوه، لو حضرتك، وحاشا أن يكون هذا، لو ناديت بهذا الفكر الحلقة الجاية هتلاقيني أنا برد عليك.
طب يعني هي القضية مش قضية شخص بالظبط كده، هي القضية قضية فكر بالظبط، ده اللي أنا بقوله، ما ده بالظبط اللي أنا بقوله، أنا ده اللي أنا بقوله، بقول إنها مش قضية شخصية في خناقة بيني وبين واحد، أنا بقول إنها إعلان الحق ضد تعاليم خارجة عن الكتاب المقدس شكلا وموضوعا، ده اللي أنا بقوله. أنا لا أقصد إني أتفق مع أي من هذا، بالعكس الحلقة دي مخصصة لهذا حتى لا يساء الفهم. خليني أحط هذا التعبير على الشاشة وأسمع تعليق حضرتك. الكتاب المقدس بيدي آيات وحاجات كتيرة، لكن هنا هذا التعليق اللي بيقول التصوف المسيحي يلتقي من نواح أخرى بنظيره الإسلامي في الإبداع الإنساني الأدبي والفني والفكري، حيث يتحرك الإنسان ناحية المعبود حبا وتقديسا وذهنا للاغتناء به والاتكال عليه والصبر له. وبعدين الهدف هو، اسمع بقى، الدعوة، ده المقتطف الثاني، الدعوة العامة لتوحيد أولاد الله والعبادة معا ونبذ التعصب الذي ارتبط بأشكال وأنماط تعبدية متعددة على الشاشة. ما رأيك في هذا الكلام؟ ما هو هذا هو لب الموضوع بالضبط. عشان واحد يبرر وجوده مع صوفيين مسلمين ومع أنه اختلاط، لازم يأصل له من الكتاب المقدس. يعني هو مش يغير يقول اللي بعمله غلط، هو بيغير الكتاب المقدس عشان يوافقه بالضبط. بيصير انه الهدف انه نوحد، انه تكون واحد كل الاديان، نشيل الاديان، نشيل المسيحيه، نشيل الاسلام، نشيل كل شيء، نتحد معا ونعبد. طب ما هو الشكل اللي حتعبد بيه برضه ممكن اقول عليه دين، وممكن اقول عليه نمط من الانماط، صح؟ يبقى احنا عملنا ايه؟ عايز تطلع المسيحيين من كنائسهم، من نمط عبادتهم، وتجيبهم لنمطك انت اللي هو ما يعني هو الصحيح والتانيين غلط. ما هو هم بيدوروا في حلقه مفرغه، الغايه في الاخير انه يقولوا انه ما فيش تفرد للمسيحيه ولا تفرد لاي اعلان، هو الله موجود في الأوتان، موجود في كل حاجة، وخلاص بلاش ننتقد الفكر ده، وبلاش نقول عن الفكر ده أنه غلط، تعالوا نجتمع معا ونعبد معا وخلاص، ما فيش أي مشكلة. وده تدمير للرسالة المسيحية من أصلها. أشكرك جدا أخ رشيد، لو عندك كلمة أخيرة في عجالة تفضل، لكن تقريبا البرنامج خلص، لك الكلمة الأخيرة. أنا بقول كفاية اللي بيتعمل وحرام اللي بيتعمل، لأنه لا تساهمون، خصوصا أصحاب هذا الفكر، أنتم لا تساهمون في بناء ملكوت الله، بل شوفوا الانقسام اللي سببتوه، وشوفوا الشوشرة اللي سببتوها، واخجلوا من نشر هذا الفكر. أشكرك جدا أخ رشيد على كل الطرح اللي قدمته، ربنا يباركك ويجعلك دائما شاهد للحق في كل مكان، وأشكرك على المجهود الرائع اللي بذلته من أجل توضيح هذه الأمور. أعزائي المشاهدين، يعني أود أني أختم هذه الحلقة بكلمات بسيطة من الكتاب المقدس، موجودة في رسالة بولس الرسول الأولى إلى ابنه تيموثاوس أصحاح 4، واللي بيقول له فيها: ولكن الروح يقول صريحا أنه في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان، تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين. وبعديها، حتى لو ده ما ينطبقش على الكل، لكن يوجد الكثير الذي ينطبق على ما يحدث حولنا، في رياء أقوال كاذبة موسومة ضمائرهم. يعني ده تحذير حقيقي. وأيضا البعض الآخر يقول إن الموضوع موضوع محبة، ولازم يكون عندكم محبة وتستحملوا الآخر أو تسكتوا على ما يقال. لكن خليني أخذ الشاهد الذي تحدث عنه الكتاب في عن فم الرسول يوحنا في رسالته إلى
حينما كتبها في الرسالة الثالثة والثانية. في الرسالة الثانية أصحاح 5 يقول في عدد 11 هذه الكلمات: وهذه هي الشهادة أن الله أعطانا حياة أبدية، وهذه الحياة هي في ابنه. من له الابن فله الحياة، من ليس له ابن الله فليست له الحياة. ويقول أيضا في عدد 6 من الرسالة الثالثة هذه الكلمات، بيعبر عن الناس وبيصحح أن المحبة ليست أني أتغاضى وأنظر الناحية الأخرى حينما يكون هناك بدع وهناك أمور خارجة عن كلمة الله، لكن هذا ما يقوله: وهذه هي المحبة. مش بس أطبطب عليك وبوسك، مش بس أن أنا أتكلم كلام كويس يبقى ليا صداقة، لكن المحبة الحقيقية في نظر الله. والآية موجودة على الشاشة، تأملوا فيها: وهذه هي المحبة أن نسلك بحسب وصاياه. شكرا لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، وإلى اللقاء وحلقة جديدة من برنامج الحقيقة وبس.